صحتين وهنا، شرفتوا المطعم. تعي تعي شوفي كم رسائل عم توصل لفاطمة عالنت. هدول مو رسائل، مو رسائل، هدول ايميلات. شكرا على المعلومة عيني. اترك من ايدك وتعجب لك كاسة شاي. حاضر هلا الضيفة. محمد تاخذ الطلبية، الجماعة ناطرين لا تتأخر عليهم. ماشي. العنوان هون بقلبه. ماشي هاتي. يلا لشوف. يا الله شي حلو والله، كل المنظمات النسائية قرروا انهم يساندوها لفاطمة بيوم الجلسة. حلو. انا ابدا ما كنت متوقعة انه الرأي العام ممكن يخدمها لفاطمة، والدعم كل ماله عم يزيد. الله ييسر. شكرا. على هيك رح ننشهي. الو نعم. الانسة ريهام باركول. ايه انا، تفضلي. رشاد رشدان بده يحكي معي، رح حولك لعنده. مين رشاد رشدان؟ ايه لا انسة ريهام مرحبا. اهلين. اكيد انت بتعرفي مين بكون انا. طبعا بعرف. انا واحد من الناس اللي عم تحاول تشوهوا سمعتهم. تتهموا بالباطل. لا اكيد انت غلطان. لا هاي هي الحقيقة، لا تنكري. انت ما عم تشوفي القضية الا من جانب واحد. فاطمة للأسف ما عم تقلك الحقيقة مثل ما هي، وانت مصدقتيها من كل عقلك. رشاد بيك انا عم مارس مهنتي وبس. اسمعيني منيح، انت لساتك صحفية بأول طريقك يا بنتي، مانك خايفة تنتهي مسيرتك المهنية وانت بأول الطريق اذا انكشفت الحقيقة وطلعتي غلطانة بتغطية هالحدث؟ لكي سلال لكي، انا ما فهمت شي. رشاد بيك وضح لي شو بتقصد. انت غلطتي غلطة كبيرة يا بنتي، رح تضر بمصلحة كل النسوان المعترات اللي كانوا بيتلقوا الدعم من منظمات إنسانية، والأهم من كل هالشي كمان إنه قضية فاطمة كلها ملفة أو ما إلى أي أساس من الصحة طبعاً. ووقت ما بتبين الحقيقة هالشي رح يخلي الجهات المعنية ترفع إيدها وتوقف الدعم، وكتير ناس رح يتأذوا لأنهم بحاجة هالدعم، وأنت باعتبارك من أسباب انقطاع هالدعم رح تكوني مسؤولة. أنا واثقة من إني ما عم أغلط أبداً رشاد بيك. أنا فهمان عليك منيح، أنت كتير متحمسة وبدك تنشري هالسبق الصحفي، بس كيف بدك تنشري هيك خبر قبل ما تسمعي للطرف الثاني؟ لأنه الصحفي لازم يكون محايد. إذا حابب تحكي أنا مستعدة أسمعك طبعاً. هيك أنت عيني، نحن كمان عنا شي بدنا نوصله للناس. أصلاً أنا عم حضر ملف كامل بخص بيت رشدان. آه توقعت هالشي. أهلا وسهلا، تفضلي شو طلب؟ لا تنسى إنه هي قضية اغتصاب وإلها أبعاد كتير خطيرة كمان، معنا سهلة. لا تسكتي له. ما بعرف كيف عم تفكروا، في جريمة قتل بالنص. بشو بخدمة؟ بدي لبن عيران لو سمحتي. تكرمي تفضلي. ما تنسى موت مراد، أصابع الاتهام بتشير لبيت رشدان، فقلي شو رد حضرتكم؟ أنت صرت تخبصي، لا تكوني عم تتهمينا. أنا ما عم بتهم حدا، بس القضية مرتبطة ببعضها وحلقة الوصل دائما بتنتهي عند بيت رشدان. هيك عم تتهمينا بشكل رسمي؟ شو عم بيقول؟ لا بس أنا حبيت وضح لك كل النقاط يلي توصلت لها بهالدعوة. مانك محامية ولانك قاضي لحتى تتهمينا بهيك تهمة باطلة. ليك رشاد بيك، أنا عم حقق بقضية فاطمة اللي اكتب عنها بالجريدة، هي هي الحقيقة. ايه خليكن هيك دائما، اركضوا حققوا، وبالنهاية رح يطلع كل ركضكن على فاشوش، لأنه بكرة بيدوب التلج وبيبان المرج، لنشوف وقتها شو رح تعملوا حضرتكن. بتكون عصبت هلا، مفروض كنت حاكيتها بغير طريقة بس طلعت غبية. عمو قلت لك لا تتصل، هلا بتقول لحالها هدول خايفين ليخسروا القضية. خلاصوا لك، خليهم ينشروا الخبر، بس ما لازم نضل قاعدين عم نتفرج هيك. انت اطمن بابا، خالي مكلف صحفي ليلى حرب، اذا هنن متقصدين يعملوا بلبلة فنحن جاهزين. قلت لك هدلون بلشوا يخافوا. لا تواخذينا، هالمكالمة كانت بتهمنا كثير. أكيد سمعاني بقصة فاطمة أولغاز. إيه من التلفزيون. أنا مرت أخوة لفاطمة وهالمحل إلها. كأنما أنا موجودة. لا ما أنا هون، راحت على الدكتورة هي وكريم. تاكلي برك باللحمة، عنا برك كتير ظريفة. لا شكرا ما بدي، يسلم. بصراحة أنا تابعت القصة، بس عثمان رشدان عم ينفي التهمة عن نفسه، هيك قريت بالجرايد. مزبوط، ما اعترف بجريمته، أصلا هو رأس الحية. يعني أنت صحفية مثلا؟ لا بس مثل ما قلت لك عم تابع القضية من الصحف، وصار في عندي فضول. أنا كتير متعاطفة معه. الكل متعاطفين معه، والدعم كل ماله عم بيزيد عالنت. بكرة بتشوفي شو رح يصير فيهم، وخاصة هذا المجرم عثمان. أبدأ حسابي 50 ليرة. تفضلي. شكرا لك.
بس ليش ما شربتي العيران؟ لا يكون ما عجبك. لا طيب كثير شكرا. غريبة هالمخلوقة. ايوه وشو هاي كمان؟ شو بيعرفني؟ لا تستبعدي يمكن يكون صاير مع نفس الشيء. معقول هالشيء؟ من وين بتجيبي هالافكار؟ لهيك صايرة صحفية. والله هالشيء مستحيل يخطر ببالي.